عاشرا، الحق في التظاهر. نصت على هذا المبدأ المادة 73 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بعدم دستورية نصين تشريعيين فيما تضمناه من تنظيم للإخطار بالتظاهر يمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن سلطة منع التظاهرة السلمية أو نقلها أو إرجائها. وقد تساندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك التنظيم إنما يتحول معه الإخطار إلى إذن يوقع التشريع في حمأة المخالفة الدستورية ويقيد الحق في التظاهر السلمي بقيود تنال من جوهره وتناقض طبيعته.